ماذا يفهم من إصدار قيادة الجيش العراقي يعني تعليمات وأوامر برفع الإجراءات الأمنية في بغداد ووضع الخطط لحماية العاصمة بغداد؟ يعني هل هناك ربما أمر ما جلل متوقع سيقع لا سمح الله؟ والله تحت هذا الصراع السياسي على النفوذ وعلى السلطة، وهم الآن المتنفذين والأحزاب اللي موجودة في السلطة سواء السنية أو الشيعية وحتى الكردية، هذه الأحزاب تعتبر نفوذها وحياتها هي وجودها في السلطة واستيلاها على المغانم من الدولة العراقية التي تملك إمكانيات اقتصادية هائلة سواء من النفط أو غيرها من الأمور. ولذلك نلاحظ هؤلاء استولوا على المنافذ الحدودية واستولوا على كافة أفرع الاقتصاد العراقي في العراق، واعتبروا أنه سلاحهم هو اللي ينقذهم من كل شيء، ونظروا مع الأسف نظرة ضعف إلى القوات الأمنية الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك استخدموا أسلوب التخويف والترهيب حتى لمنتسبي هذه القوات الأمنية وحتى للحكومة العراقية، واستهتروا بكل شيء وأضاعوا هيبة الدولة وأضاعوا سلطة الدولة. الدولة الآن حقيقة تنفذ قوانينها فقط على الفقير، على الناس العاديين، على الناس اللي لا يجدون قوت يومهم، أما هؤلاء المتنفذين حتى يكون إفلاتهم من العقاب يسرقون ويفلتون من العقاب، لا بل إنه عندما يفلتون من العقاب تقام لهم الحفلات بمناسبة عودتهم وانتصارهم، وتطلق عليهم تسميات كبيرة الزعيم والكذا على بمستوى أو على غرار المافيات الموجودة في إيطاليا وغيرها من هذه الدول.